فيلمنا بيبدأ مع سيث، موظف في مأوى للكلاب الضالة، مسؤول عن الاهتمام بالكلاب الموجودة، وحيد وبائس وعايش لوحده. بيقابل زميلته في المدرسة الثانوية هولي بالصدفة، لكنها ما بتفتكروش لأنه كان أكبر منها بسنة، وكمان محدش كان يعرفه في المدرسة، وبيفكر إنه يعزمها على قهوة لكنها بتسيبه وتنزل محطتها. وبيرجع سيث البيت وبيدور على البروفايل بتاعها وبيعرف إنها مش مرتبطة، وبيحاول يعرف من صورها أي معلومات عنها أو عن هواياتها والحاجات اللي بتحبها، وبيعرف إنها شغالة جرسونة في مطعم بسيط، وبيحاول إنه يتدرب على فتح حوار معاها، وبيقرر انه يروح للمطعم اللي شغاله فيه ويقابلها. وهناك بيحاول انه يفتح معاها حوار، لكنها مش بتفتكر انها قابلته في الباص وبتديله المنيو وبتكمل شغلها. وبيحاول تاني انه يعزمها على حفله من حفلات الموسيقى، لكنها بتتاسف له وبتقول له انها مرتبطه وما تقدرش تروح معاه، ولكنه بيقول لها انها مش مرتبطه حسب ما البروفايل بتاعها بيقول. وبتحس هولي انه شخصيه غريبه وبتديله الحساب وتمشي وتسيبه. وبيجي تاني يوم وبتروح شغلها وبتلاقي باقه ورد كبيره مبعوته لها، وبيروح لها ويسالها ان كان الورد عجبها وان هو اللي بعته لها. فبتخاف هولي منه وبتضربه بشنطتها وبيقع منها المذكرات بتاعتها. وبيفضل سيث يقرا في الدفتر طول الليل اكتر من مره، لحد ما بيطلع عليه النهار وبيجي وقت شغله. وبيطلع على مأوى الحيوانات وبينزل المخزن وبيلاقي مكان مهجور في سرداب المأوى، وفي اخره باب حديد. وبيفتح سيث وبيلاقي وراه غرفه كامله مهجوره. وبيبدا سيث انه يشتري ادوات لحام وحديد، وبيتعلم ازاي يعمل قفص حديد كبير في الاوضه دي. وبيسرق من صيدليه المأوى مخدر للحيوانات، وبيجربه على نفسه الاول عشان يشوف مفعوله، وبيغمى عليه في اقل من ثانيه. وبعد كده بيجهز القفص بتاعه والحقنه اللي فيها المخدر. وبيبدا سيث خطته انه يخطف هولي، وبيراقبها وهي راجعه من شغلها اخر الليل لحد ما بتطلع بيتها، وبيقدر انه يدخل شقتها من خلال سلم الحريق. وبتروح تاخد دواها، واول ما بتنام على السرير بيخرج من تحته وبيهجم عليها وبيخدرها. وبيقدر انه يدخلها المأوى على اساس انها طلبيه خاصه لمديره المأوى. وبتصحى هولي وهي جوه قفص حديدي وبابه مقفول بجنزير حديد في غرفه معزوله، وبتحاول تخرج وتصرخ، لكن مهما صرخت صوتها ما بيوصلش لحد بسبب صوت الكلاب. وبينزل لهولي وبيديها اكل، لكنها بترفض تاخده وبتشتمه وبتصرخ فيه، فبيسيبها ويمشي ويقول لها انه هيعدي عليها تاني يوم يمكن تتعلم تبقى هاديه. وبيجي لها تاني يوم وبيلاقيها شبه مغمى عليها من قله الاكل والميه، فبيديها ميه وبتتحايل عليه انه ما يسيبهاش تاني في الاوضه لوحدها، وبيقول لها انه هيعدي عليها تاني بكره عشان يحددوا علاقتهم هتمشي ازاي. وبيمشي وهو مبسوط وفخور بنفسه جدا. وبيجي لها سيث وبيقول لها انه موجود هنا عشان ينقذها من نفسها، وانه اتغير تماما اول ما قابلها ووقع في حبها، وزي ما هي انقذته هو كمان لازم ينقذها، لانه عرف من المذكرات بتاعتها اللي وقعت انها مريضه. وبيقول لها انه عرف عنها كل حاجه، وانه كان بيسمعها بتتكلم مع نفسها قبل ما يدخل عليها، وانها بتتكلم بصوتين مختلفين، صوتها الحقيقي وصوت كلير صاحبتها. وبيقول لها انها مش حقيقيه، وان ملهاش وجود اصلا الا في عقلها، وانها عايشه لوحدها في الشقه من زمان، وان ملهاش صحاب اصلا. وبيبدا سيث يقرا في دفتر مذكراتها وبيقول لها انها كانت مخطوبه لإيريك، وان كانت ليها صديقه حقيقيه اسمها كلير، وانها كانت في يوم سايقه عربيتها ومعاها كلير، وبدات كلامها معاها انها عرفت خيانتها ليها مع إيريك خطيبها، وانها اتاكدت من اللي بينهم من رسائله. وبتبدا هولي تجري بالعربيه وهي متعصبه، وكلير بتترعب وبتفضل تتاسف لهولي على خيانتها، لحد ما هولي بتفقد تحكمها في العربيه وبتعمل حادثه، وبتكون كلير لسه فيها الروح، وبتقتلها هولي بايديها وتنتقم منها بسبب خيانتها ليها. ومن ساعتها وكلير عايشه في خيالها بس، ومش قادره تتخلص منها. ولكن هولي بتنكر كل الكلام اللي موجود في مذكراتها، وبتقول له انها مألفه الكلام ده من دماغها، الا انه كان بيراقبها من فتره طويله، وانه شافها وهي بتقتل وبتذبح وبتولع في ناس لانها شخصيه مريضه. علشان كده اللي هي فيه ده مش عقاب، لانه لو كان عايز يعاقبها كان راح للشرطه على طول وبلغ عنها، انما هو بيحاول انه ينقذها من نفسها ويخليها تبطل تاذي غيرها. وبتسالها كلير لو كان كلامها حقيقي انها عايزه تتعالج، وبتقول لها انها لازم تخليه يفتكر انها عايزه تتعالج. وبيطلع من السرداب، ولكن نت بيشوفه، وبيدخل نت عشان يشوف هو كان بيعمل ايه جوه. وبيوصل لهولي اللي بتطلب منه انه ينقذها من المجنون سيث، وانه يدور على اي حاجه يكسر بيها القفل قبل ما سيث يرجع. ولكن سيث بيوصل وبيشوف نت وهو بيحاول يهرب هولي من القفص، وبيجي من وراه وبيضربه على راسه، ولكن نت بيقوم وبيضرب سيث. وفجاه بتقرر هولي انها تساعد سيث، وبتكعبل نت وبيقع على الارض، وبتقوله انه يشيل الحجر اللي جنبه ويموت بيه نت عشان هي مش عايزه تخسره. فبينفذ سيث كلامها وبيقتل نت بالحجر. وبتبدا هولي تساعده وتقوله ازاي يتخلص من الجثه بسرعه، وبترشده انه لازم يتخلص من الحاجات اللي ممكن تدل على الجثه زي البصمات والاسنان، وبعدها يتخلص من الجثه عن طريق انه يقطعها حتت ويتخلص منها. فبيقطعها سيث حتت وبيقدمها للكلاب. وبتبدا هولي انها تحاول تسيطر على سيث اكتر، وانها تخليه يستمتع بجريمه القتل اللي عملها. وبتقول انها كمان كانت مشتته زيه في الاول لما قتلت كلير، لكنها استمتعت بالقتل بعدها. وبتحاول توهمه انها بتحبه عشان يفتح لها القفص، لكنه بيسيبها وبيطلع لشغله.
وبيرجع سيث لهولي تاني يوم وبيلاقيها بطلت تاكل، وبتفضل شوية ايام من غير ما تاكل، وبيحاول سيث انه يخليها تاكل باي شكل، وبتقول انه مش بيحبها وانه عايز يتملكها، وانها مش طالبة انها تخرج من القفص، وان كل اللي هي عايزاه برهان على حبه ليها. فسيث بيقول لها ايه البرهان اللي انت عايزاه نعمله؟ فبتقول انها عايزاه يقدم لها اصبعه كدليل على حبه، لكنه بيرفض وبيقول لها ان ده جنان وانه مستحيل يعمل كده، وبتأمره انه يمشي وما يرجعلهاش تاني لو شايفها انها حيوانه الاليف. وبيفضل سيث يفكر في كلام هولي لحد ما بيقرر انه يرجع لها ومعاه سكينته، وبيبدأ سيث انه يقطع صباعه وهو قريب من هولي لحد ما بيرمي السكينة من ايديه من شدة الالم، وبتمسكها هولي وبتهدده انه لو ما فتحش القفص هتذبح نفسها، وفعلا بيفتح لها باب القفص وبتخرج، وبتقوله ان هي كمان بتحبه وبتطعنه في رقبته بالسكينة. وبترجع هولي لإريك وبيعيشوا سوا، وبتاخد بالها ان في رسالة من موبايله، وبتفتحها وبتلاقي رسالة غرامية من رقم ما، وبتفهم انه بيخونها تاني وبيكون قدامها السكينة، لكنها بتسيبها وما بتفكرش تذبحه بيها. وبتظهر وهي رايحة لمستودع التخزين، وبتفتح باب المخزن بتاعها، وبيظهر فيه القفص وجواه سيث، ولكن بيكون متعذب جدا وبشرته محروقة واسنانه مخلوعة وأعمى، وبتقوله انها عرفت ان إريك لسه بيخونها، لكن بعدها فكرت فيه وعن كمية الحاجات اللي قدمها لها عشان يثبت حبه ليها، وبتقوله انه فعلا عالجها وغيرها للأحسن. الفيديو ده كتبه يوسف إبراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. سلام.